جمال ذكرت الأفضل. يا أي والله. أهلاً 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 وسهلاً مشاهدنا العزيز أينما كنت خلف شاشة قناة الواقع ومن جميع برامج التواصل الاجتماعي، أحييك تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجواء اليوم أوروبية، أمطار وخير وبركة. ما أدري هالأسبوع هالأسبوع هذا مختلف فعلاً، مختلف ما شاء الله تبارك الله بكل تفاصيله. طبعاً اليوم فقرتنا غير، فقرتنا مختلفة. بنسألك مشاهدنا العزيز السؤال اليوم، يقول لك اللي هو السؤال اللي نازل في حساب قناة الواقع في تويتر، يقول لك ما هي أكثر دول العالم إنتاجا للفول السوداني؟ أقول بتجاوب؟ جاوب. الصين طبعا. حبيبي حبيبي، يعني ليش طلعت السودان؟ طيب هو هي اسمها السودان، مش لازم تكون تشتغل بالفول السوداني يعني، ممكن مصر تشتغل بالفول السوداني بس يعني مش هتشتغل الصين. الصين طبعا. لب الصين. طيب فهي عاد الاجابه عندكم، اكتبوا اسم المتسابق اللي تبونه ياخذ ال 200 نقطه اليوم الاثنين. ما راح نعطي 50 50 50، 50 50 ما راح نعطي 200، راح نعطيه على طول 200. ده انت بتضحي بقى كذا 200 بمناسبه المطر. ها بمناسبه المطر وبمناسبه الضيوف. عندنا اليوم 3 ضيوف طبعا، مرتبين معهم فريق التواصل اللي هو بالواتساب، مشكورين. وما ندري، انا ما ادري من الضيوف لحد الان، فما ادري هم جوكم يا اعداد ولا ما جوكم، لان لا متسابقين موجودين ولا ضيوف موجودين. وطلع لي 5 دقائق على التايم على الشاشة، لأن إذا ما انتهى الوقت ما راح نستقبلهم كلهم. حتى لو الضيوف جو بنقول لهم اطبخوا والله يوفقكم. لا نطبخ أنا وأنت وناكل الطبخ أنا وأنت والضيوف. نقول لهم مع السلامة بالضبط كده إذا هم موجودين. يلا 5 دقائق الآن، 4:16 ولا 4:15. طيب يلا 20 دقيقة خلاص بدأوا ال5 دقائق. يعطيك ألف عافية يا محمود، أنت إنسان يعني جميل، أنت وعلي وسيد. أنا بحب صراحة الأستاذ سيد. أيوه أنت تحب المدح، تحب جوك أنت. أنا أحبك كثير. طيب طيب يا شيف، اليوم طبختك أنت غير صح؟ طبختك اليوم مختلفة. مختلفة أيوه. بس أقدر أعرفها وش هي ولا لأني؟ نعرف طبعا. على كم تخلص يعني؟ كم يبغى لها وقت؟ دي بالضبط انا لو هعملها 15 دقيقة بس. ايوه هذا انت. لو انا اللي هعملها نعطيهم كم وقت؟ انما هم لو هيعملوها هنديهم ساعتين. نديهم حسب ما محمود يقرر يعني 45. ما شاء الله ما شاء الله. الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ضيوفنا الغاليين. اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا بالنجم هدى. شلونكم؟ طيبين؟ مساكم خير. يلا حياك كيف الحال؟ الله يسهلك. كيف الحال؟ الله يبارك. يلا حيا. ودنا نستقبلكم بقهوة وشاهي ها؟ لكن هذه منافسة بس ما عليه. تسلم. الله يبارك. كيف الحال؟ كيفك؟ طيب كيف الحال؟ الله يكرمك. طيب الله يكرمك. خلاص المتسابق كيف الحال؟ ما شاء الله شلونكم؟ الله يبارك. نبي نقهويكم احنا وانتم واقفين ها؟ الله يطول في عمرك. خليك ما شاء الله الله يحييك. يلا حيا. يا اخي والله انكم ما شاء الله. ما شاء الله انتم تاكلون متسابقين. خلي بالكم هيبقى ضيافه وامتحان. احنا طول العمر احنا جاهزين على خط النار على طول. يعني نجهز قدامنا ما مثل احس. الله يحييك. تكرم لي الله يسعدك. تقهونا المتسابقين. واعذرونا على التاخير. لا والله انت اللي اعذرنا الله يحييك. لا ما حصل منكم الا زين. الله يجبر خاطرك. دائما مبدع يا سائر ومتالق. يجعلك يا رب يوفقك. الله يحييك. طيب يلا جوالك انت يا. على طول. على طول كذا. جوالك اذكر الله خبر على بيدك على انا ولا شيء. لا ما حد داق منك هذه. في ناس ينتظروني شيء. ما عليك راح مره. جوالك وكشاف. لا كشاف بعدين كان يجيك اتصال يغشش. الجوال لو سمحت. انت جوالك هذا نبي صادره ابو تركي. جعله فداك. جعله فداك سلطان. تبغى ابو سلطان؟ ابو سلطان تبغى الجوال فداك. الجوال اللي صور موجود. هذا اهم شيء. طيب وش انا ضيوفنا فاسل مول. طيب المهم
وش اللون اللي تفضلونه، الاسود ولا الابيض؟ الله يجعلنا من الالوان البيض. وش تفضلون انت؟ كلها ابيض. عطنا من الاسود الاسود تطقمون يعني؟ اي احسن. طيب بسم الله. الاسود اللون ما شاء الله يساعد. بس المتسابقين الجدد الله يحييك. والله ما بفهم مركز المطبخ. لا 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 اربط خويك الله يهينك. سهله طبخ سهله. تشاركوا ها؟ شو يعني لو تطلع المايك شوي نضبطها الحين. ما عليك الله يجبر خاطرك. نزل بس ترى ما عليك. هو يشيل الاوزان الثقيله. ما تقسمونه هنا تجي هنا. تعال تعال تعال. فساكن عند ساير. تعال بسم الله. سقر بسم الله. ارح قيدك هذه. ارفع شمال خويك من ورا. حطك بعد. اي ارفع خويك شمال. محمد محمد طلع شمال خويك. اربطه شمال. طيب يطلع عليك. طلع ايش بالك عصبت انت؟ زين الله عليك. تعال يا سلطان. تعال هنا ممنوع. تعال تعال خش 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 خش. تعال سلطان الحين كنت كل شيء. سلطان ترى نرجعك الحين. اربط خويك. اربطتك الله عليك. اربط اربط له. شرب الله منه. ما شاء الله ما شاء الله. يمكن شماغك كبير. الراس ما شاء الله ما شاء الله. تبارك الله ترى ما اعرف الا تبارك الله تبارك الله. لا لا يا روحي عيني بارده انت. تبي هو كتف خويك وين طويل ما شاء الله. لا اله الا الله يا رجل. يا رجل ما شاء الله انت ترى عيني بارده الله يسامحك. والله ما ادري عيني. انا شكيت بروحي. منك منها انت؟ ها؟ منك منها؟ عنزي انا. يو نعود. الله يجبر خاطرك. يقول عاد العنود ما شاء الله عليهم. يقول واحده بواحده العيد. انت صادق؟ ان شاء الله. لا يقول ترى عاد يلا جوالاتكم ها؟ شوف لك اقرب صندوق زبنا فيه. يلا يا شباب انتم ضيوفنا حياكم الله. اول شيء الله يسعدكم جميع. خذوا مكانكم هنا. يلا يا متسابقين معكم 20 ثانيه. الوضع طالع بركم. 15 ثانيه 10 ثواني. اطلعوا على الهواء بسرعه يا متسابقين بسرعه. شباب مثل ما قلت لكم مهدو تعالوا. باقي واحد بسرعه. انتهى الوقت خلاص. ما بقى احد ما بقى احد. كلهم جو بسرعه بسرعه. نبي حماس. يلا 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 يلا. شد 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 شد. يلا شد. هلا بسهله خالد. شلونك؟ شك طيب. الله يجبر خاطرك. شد شد. عايزين البطوله احنا. لا لا ان شاء الله ما عذب صح. ايه هسه ولا زول. يلا بسرعه. يلا يلا ارحب يا سطام ارحب. طيب انا السماء ترحب والارض ترحب. قل ربعك ليش يدونها ما يحتاج. طيب طيب يا شباب السلام بعدين لو سمحتوا. السلام بعدين. تعالوا انتم هنا. يلا حيوا الشباب هنا متسابقين الضيوف. عفوا ضيوفنا حياكم الله. اهلا وسهلا فيكم ونورتوا. سعدنا اليوم بشوفتكم ان شاء الله. الله يسعدك. الله ان شاء الله يخليكم جميعا. طيب مشاهدنا العزيز اذكرك اليوم هاشتاقنا راح يكون سكريبت 22. رسائلك الجميله للمتسابقين وكذلك الضيوف وان شاء الله فالهم التوفيق جميعا. طيب طبخاتنا اليوم شيفنا الغالي حبيبي. لو توقفنا هنا برا تمام برا عشان المخرج يقول يوقف من برا ويناظر الكاميرا ويشرح الطبخه. لا يناظر المتسابقين. صفوا كذا خلاص. انا بجي. لا طلعنا خلاص. خليكم جنب بعض يا شباب. اشرح لهم الطبخه يا شيف. خذ راحتك. ابص كذا ولا ابص كذا؟ بص له ولا بص على الكاميرا؟ بص كذا وكذا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اولا تشرفتونا. الله يسلمك. ونتمنى لكم طبعا التوفيق ان شاء الله. وياك. بمناسبه ان انتم طبعا جايين النهارده انا اخترت لكم حاجه سهله عشان يبقى المنافسه ايه برضو ترجعوا ايه مجبورين يعني ما تبوش ايه ما تقولوش انهم ضحكوا علينا او ان احنا مثلا خد هم اللي كسبوا. لا احنا جبنا حاجه سهله كل الناس هتبقى ان شاء الله ايه تعرف تعملها. عندنا في شاورمة فراخ. فراخ دجاج يعني. دي هي دي الفراخ متقطعه طبعا جوليان كده زي ما انت شايف. المكونات بتاعت الطبخه هتبقى بصل
طماطم، فلفل رومي وفلفل حامي حسب الرغبه زي ما انتم عايزين. انا جايب لكم كل حاجه. تسلم يا ريس. عايزين تحط كل واحد وذوقه، عايز تحط حامي بقى براحتك. طبعا عندنا البهارات الشاورما اهي جاهزه، توليفه جاهزه خالص بكل حاجه، هتضيف بس الملح. في اضافات تانيه زي الزعتر والريحان لو انت عايز، وفي عندنا ده توم بودره وده جنزبيل وزبادي والملح طبعا والفلفل. كل واحد يعمل الطبخه بالطريقه اللي هو يتذوقها عشان تبقى في منافسه شديده النهارده. وانا النهارده بالتحديد تقريبا مش هعمل مع اي حد حاجه، على اساس طبعا في ضيوف من بره، ما ينفعش ان انا انحاز لفريق عن فريق تاني، فكل واحد بمجهوده هو هيعمل الطبخه. وطبعا اتمنى لكم كلكم التوفيق، واتمنى لنفسي طبعا ان انا اكل الطبخه كلها من بالعافيه يا باشا. طيب شيفنا الغالي، ممكن بس شرح على عجاله بسيطه يعني كيف الطريقه؟ الطريقه هنجيب مقلاه طاسه يعني بيد كده، بجيب لك. اصبر اصبر، هات الطاسه. اسلم يا شيف، اشرح اشرح اشرح. ايا كان بقى زي ما انت بتسميها براحتك، اتفضل سعادتك. انا هسميها طاسه لان ايوه دي هذه كل واحد يمشي. هشرح لكم بالتفصيل. هذه تاوة. طيب ماشي تمام. دي اللي هنعمل فيها الطبخ كلها. يعني أول حاجة هنجيب طبعا يعني هقسم دي على اتنين. هنجيب الفراخ ونشوحها في الزيت. أول ما لون الفراخ يحمر يتغير معايا أروح شايله حطه في طبق تاني. تمام؟ أمسح الطاسة مكان الفراخ. وفي نفس الطاسة هجيب شوية زيت تاني، طبعا هكون مقطع الحاجة بتاعتي، الفلفل، البصل، الطماطم، الفلفل الحامي زي ما انتوا عايزين، جوليان يعني جناحة يعني حاجات كده طرنشات زي ما انتوا بتسموها كده يعني. تمام. طبعا احنا اتفقنا ان احنا الفراخ عملناها في الطاسة وشلناها في طبق. احنا دلوقتي هنشوح الخلطة اللي احنا هنعمل بيها الشاورما اللي هو الخضار ده، هنشوحه في الطاسه مع الزيت. اول ما احس ان هو ريحته طلعت ودبل كده وبقى شكله حلو اروح ضايف الفراخ تاني على الشاورما، على البصل والطماطم والحاجات دي، الفلفل الاخضر، واتبل بقى، ابتدي اتبل اشوف التوابل فين. الزبادي هنا اهوت، وكل حاجه موجوده هنا. وفي طريقه ثانيه اللي خلطها، اللي خلط التوابل مع الزبادي مع اللحم. لا دي هو بصوا اقول لكم على حاجه، عشان دي مسابقه ومنافسه، دي المفروض لو انا اللي هعملها انا وهطلع على برنامج هكون متبلها وجايبها متبله. يعني دي المفروض بتتبل وتبات في التتبيله اقل حاجه ساعتين ثلاثه بالزبادي والطحينه والملح والجنزبيل والحاجات بتاعتها دي. بس عشان انا لو عملت كده مش هيبقى في منافسه ولا هيبقى في مسابقه، لان هيبقى الطعم موحد، نفس الطعم هنا هيبقى نفس الطعم. سر النكهه في البهارات اللي هو بيحطها. بالظبط. فقط لا غير. طريقه ثانيه مثلا. كل واحد يعملها بالطريقه اللي تريحه. تمام. عموما لو حد عنده اي استفسار اقول تاني. شويه الفراخ هنحمرهم ونشيلهم في طبق، هنروح ماسكين الطاسه مكان البتاع، هنمسحها بمنديل او نغسلها تاني تنشف. حلو. نحط زيت، بعد كده نكون مقطعين البصل والطماطم والفلفل، هنلفهم في الطاسه ونشوحهم تاني. اول ما شم ريحه الحاجه دي طلعت اروح ضايف الفراخ معاها تاني وابتدي اتبل. عرفتش الطريقه؟ بالتوابل اللي انت عايزها، تاخد الدجاج تحط زيت وانت بقى حرك زي ما هي، وهي على النار كده حركها بقى ويلعب معاها كده وشهيصها كده وروقها بالظبط كده. وكده خلاص الطبخه كده خلاص. نحط البهارات سهله جدا، والزبادي صبه بعد ما تشوف الخلاط حطه فوق. انت عايز تختار حاجه يعني؟ مثلا انت تقول بحطها كده واطلعها، لا انا بخليها حمشه قبل واظبطها زي ما انت عايز. زي ما لو ليك طريقه افضل من اللي انا قلتها اعمل. امشي على الطريقه اللي انا امشي على الطريقه بتاعتك، انا بشرح المكونات بالطريقه اللي هي المفروض بتتعمل بيها. لو انت عندك طريقه ثانيه وانت هتطلعها خلاص. خلاص التايمر على الشاشه 45 دقيقه للفريقين الان طالع لكم على الشاشه 45 دقيقه. يلا شباب ابدوا. الله يحييكم. طبعا نرحب ب سطام تركي. حياك الله سطام. اثنين خد هو كل واحد اثنين. محمد نعم الله يحييك. خد ثلاثة
صقر القحطاني. صقر القحطاني ونعم اهلا وسهلا بكم جميعا، نورتوا شاشه الواقع وجودك ونرحب بكم في كل وقت. تسلم تسلم. طيب خذوا مكانكم، يلا نبغى على على نبغى اليوم، نبغى اليوم نختم، نبغى اليوم نختم بسرعه. ها وين القفزات؟ ترى القفزات موجوده شباب، الهمه ها، واحد يقطع البصل، واحد يقطع الطماط، واحد يقطع الفلفل، واحد يحمس، انت خليك بالحمس سريع سريع. يلا يلا شدوا حيلكم. شيف ممكن تقسم الدجاج 45 دقيقة على الشاشة. مشاهدنا العزيز طالع لك ال طالع لك التايمر على الشاشة. القفز موجود. شيفنا في قفزات باقي؟ اسأل الشيف، اسأل الشيف عن القفزات. لا لا في في قفزات ثانية. وين قفزاتك خالي؟ الكرتون اللي تحته هذا. البس البس قفزات. فين قفزات؟ يا الله وجهك. وين المبدع بذاته وبحضوره وبصفاته وجاي يطور حياته دايما سكريبت الافضل، دايما سكريبت الافضل، دايما سكريبت الافضل. يتميز بالمواهب ويتحدى في المصاعب، يطمح لاعلى المراتب، دايما سكريبت الافضل، دايما سكريبت الافضل. ضيوفنا الغاليين، اول شيء تسمحوا لي بعد اذنكم، احنا عندنا سكريبت للمتسابقين وفي سكريبت للضيوف. حلو. اسئله ابى اخذ واحد من المتسابقين وارجع لكم. تمام. الصوت لان المطبخ صغير ها ومحفوف فاصواتكم تطلع. ما عليك فتكفون ها. ابشر ابشر ان شاء الله يقبلكم ان شاء الله يخليكم ونرحب فيكم مجددا في شاشه قناه الواقع. طيب شلونكم يا مبدعين يا ابطال؟ عساكم طيبين. انا سعيد اليوم بلقياكم. حي الله ابو نهار. وينك يا خالد؟ موجود. يلا يا خالد شد حيلك. وسالم موجود. الله يكبر. حباس سم. حباس حبيبي ربي. انا ابغى ابتدي فيك لانك انت ما شاء الله وجه مقبول يا حبيبي. تمام. ما نجي بعد. ابغى يعني انوه على المشاهد، اليوم في تذكره راح تروح لاحد المتسابقين. تمام. الاكثر تفاعلا في الفقره والاكثر حماس واللي يشعل المطبخ. يعني اللي نايم مش هيحصل على حاجة. مش حي... مش حي... حاجة حاجة. ايوه احنا حنتكلم بشوي. طيب بما ان الشيف مصري عرفت، ابغاك تغني مصري حتى لو صوتك مش كويس وتوقف على رجل واحدة. هو اي غن مصري وخلك هناك وتديني كلمات يا ريس. ماشي. هتغني لمين؟ عايز تغني لمين؟ اي حد يغني لعبد الحليم؟ ايوه. لا انا اوصل لعبد الحليم. طب تغني هو اوصل تغني الورده حتى لو صوتك خايس عادي. تغني الورده. الورده بتحيه ورده ولا ايه؟ بتحيه الورده. مش ورده. هتغني مين؟ غني هو شيف ولا غني بقى الانغام ولا من اصل الجماعه اللي هم بغني الاماكن بلهجه مصريه. يلا الاماكن كلها مشتاقه ليك، والعيون اللي انرسم فيها خيالك. شغال. طيب وين اللي الرجل واحده؟ صح. وين اللي انت كلك الحين؟ اسمع طيب العقاب الله لا يهينك. سم تمتد خمس مرات قدام الباب حق سكريبت. سم بشم. ها بشم بشم. يلا مخرج خذ عليه زوم. هو يمتد خمس مرات. خمس مرات شد حيلك. يلا امتد امتد. دي قصة حزينة والله. شد حيلك مخرجنا. اصبر اصبر خلي المخرج بس يجي عشان المشاهد يتحمس معك. هدي حلو حنا. ايوه يلا يلا ماشي. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. بس خلاص يعطيك العافية. طب هاي لعب تخسر. زين زين اوكي. يلا. طيب ابو عباس حنا معك، لازلنا معك ابو عباس. بسرعة احمس احمس الدجاج يا ريس. هذا ما يشتغل والله يا شيف. تعال شغل لهم ذي. تكفى ابو حباس. شغل له شيف ابو حباس. خلي شيف قبل ما اشغلها لك. ابغاك تعطيني نكته حتى لو انها سامجه، لكن على رجل واحده. على رجل واحده ويد يد واحده فوق.
يلا. يقول لك في مره واحد راح للبقال قال له عندك جبنه بيضه؟ قال له لا. وهو عنده ضحك خلاص يعطيك العافيه. اشوف كذا تك على الصبر يا جدعان. الله يستر. هذا دائما جنبه احد الضحايا مشعل. الله يزينها يا شباب. الله يزينها. الله يزينها عاش. نفسي ما حدش يلعب. حط زيت. حط زيت بسرعه يلا. اي والله الله العظيم هذا الموضوع غسلتوا الدجاج يا شباب. غسلوا تكفى من الشوايب الدم والبكتيريا انا بمسك نفسي. طيب والله اني خايف من البوف هنا ناويين يجيبون العيد الاشعره. حياكم الله يا رحب بضيوفنا المبدعين. هلا وسهلا والله. يا مرحبا يا مرحبا. والله مبدع النجم حريق ما ادري مين طالع. والله ما عرفنا الا قرص. ايه قرص وايش؟ قرص مع ابوك وسمن الحمد حاشي. حمد حاشي. ايه هذا ويش؟ شاورما. شاورما. لكن لا ستيلهم المفروض لو منو دارين انك تجي انت كان زبطوا لك شيء زعما حركة ويس اللباني ودك حطوا لك لباني هني بس على الحرام هم الثرب. انا اشهد. هذا اللي زين الروح وجودكم غلط. هذا راعي البل يا سايد. والله ها هذا راعي البل. هذا راعي البل وراعي قلوبنا كلنا طال عمرك. راعي طول عمرك ان شاء الله. ودامه راعي بل اكيد انه راعي قصيد واكيد انه راعي شيلات زينه. ها هذا ذاك الزمان هو شاعر يا شاعر شاعر فنان احلى واحلى حلوى حلوى. لك انت ويا اخوان اكبر مني فالعاد اقدر اتكلم هنا الامر ذا. انا كبرتني اي انا اصغر منك 13 سنه. 13 سنه يمكن اصغر منك. 14 انا 15 نبداك. طيب ودي انك تسمع لي شيء بصوتك الجميل. اي شيء قصيده سالفه سالفه حكمه موقف مضحك حدث صار لك ومبكي مع ما شاء الله وجهك ما شاء الله ما يجيب الا خير والله. ابو ابو حجاج انا حاسس ان هم حيخسروا. والله ما حدث. لا حاصل لا كيف كذا انك لميتهم لميتون. الله يجبر خاطرك. غسلتوها الطاوه حقتكم؟ ايوه انا غسلت يا رجال من زمان. ترى ما غسلوا اي شيء. لا مغسوله مغسوله. فشاورما بنكهه الروز. شوف ما جاء الغاز نظف. نعم الله يستر. هذا اللي سبب الامراض في المستشفى. ما جاء الغاز نظف. هذه قاعده عندنا احنا اهل الباديه. طيب عطني شيء الباديه. اي شيء طويل العمر. يلا سمعنا قصيده. والله قصيده والله ما نبي شعر شيله كذا. حدثني عن اقصى وش نسوي؟ انا الحين ما ادري هني قال بذي ولا اعطيك اجي. يلا عطنا عطنا بحشين يريف. اعطوا رجال رجال الحين اشتغل. ما يخالف عطنا انا النبي كانت الحين مو بشرط قصيده السالفه شيء. يلا عطنا عندك عندك حورنيات. ايش حورنيات؟ يعني كذا قصيده كذا بسيله بشيء صوت حلو. تسمع راشد الماجد قصدي شو اسمه حمد طبعا. والله وانا اخوك صراحه خلي ورا العرق الوادي ما انا بحافظ لي ولا اسمعها جدا. وش الوادي ايش بكونك الحين؟ خلي ورا العرق الوادي ايش بكون عيال اعطوه شيء دقيقه خمس ثواني. خلي ورا العرق الوادي. شوف المشكله هذا مره كذا احس انه يلا يقول انت جمعنا. انت جمعنا على العز والطاعه وانت فرقنا حجوج الله وساعه. يلا هلا. وانت جمعنا على العز والطاعه وانت فرقنا حجوج الله وساعه. الله يستر يحترم الشرف. هو عاش. اي هلا هلا خليني اشرق. ما شاء الله فيه كميه حماس رجالتي فل. يلا فل والله ضربه بتكون بتطيع. فل بقى كذا خليك شيف. هد خاف تروح بالرقه. لا يا بعدي يا رقه قلبي. الله يطول عمرك. ما عندك يعني شيء ثاني اضافي بدون قصيد وكذا يعني؟ شوف والله قصيده مو بشرط انك تقول انت خسرت في البعارين وكذا
اي والله خسرت. اي والله وجهك خسران، انا عشان كذا قلت لك. الحظ ما ادري كيف وقعت. لا لا بتزيني روحي. وعنده خيل يحبها خيل وعود يحبها. شوف انا صراحه بلبل راح علبل كنت اعشق لي ناقه. اي معطيني ابوي من عادها حواره. والله ونعم الله يخلي لك. حبيتها سميتها مشعوفه. مشعوفه ايوه. من جات ماتت امها اعطاني ابوي هدوء وحطه عندي في البيت ومعتني بلين غدت مفروضه ما شاء الله. وأوديها مع علبل يوم تشالت أوديها مع تجلس في البيت كلها مفروضه تردها في الحوش 24 ساعه وادرس والشغله بتحترق والسالفه طويله. اقرب ما خرج يعني حاولت بسرعه. بعدها جابت لك سؤال. لا والله يا والدتي جابت عندي يمكن 5 بكار ونشد للجنوب ولا هي ما تبي الجنوب خاطرها تجلس في نجد. اي تبي النفود اقناع في ذا. انت معي ولا والله يوم شدينا طول عمره فاحترقت العيشه. قصر على الغاز قصر على الغاز اللي هو يسلم عنه. ايوه والله يوم شدينا للجنوب. لا والله ما تبي الغاز. لا لا شباب قلت يابا خلينا نردها نزلها في النفود عند واحد مكسره. قال يا ولدي حالها من جيز البل. قلت يا رجال اني اعرفها لا اكتي ما تبي الديره والله يستر من سطام تولد الشغله. جلس خلانا في الجنوب. لا والله الناقه تعبت. ايوه هالعد كلت مره مره وقفت هايمت هلكت. ايه جاء يسمونه الطير في راسها. لا يا شيخ اتعاني بغرف السماء. ايه ثم راسها ولاني والله في الرياض ويدق علي ابوي قال يا ولدي مشعوفه ما هي طيبه ابر شيء بيطري ما خلنا شيء مره اخر شيء كواها اخر الطب كي الغرفه والوايد يوم مع الطلعة ما يخالف هو صار فيها. واضح. لا والله لا والله اني يوم شان خاطري ولو والله جات بغزتي حول ذا البكيه احبها الماخوذه ما يخالف كل الحلال غالي. اي والله فتل سلموت البيها يوم جيت. لو والله ما هي طيبه لهي طايحه ما مداك تقول بها. لا لهي طايحه عاده حيه. اي فدق على رعي دنه قلت يا ولد تعال الناقه ودها في النفود وشلها طول عمره واجي انا لين جات في النفود في محلها اللي تبي. اي فنزلها من الحسره هي تبي تجي صدق من الحسره قامت تاكل الرمل. والله اي والله والله ناصر قامت تاكل الرمل لان الدير ذيك ما تبيها تعودت على متعوده في النفود حياتها في نفود. وجينا بين جبال طول عمر انا بلت ما تعود على الجبال. لا والله يوم شفتها لا والله يوم هلت دمعتي على الله ان شاء الله. ف ولا زالت معك روحت تحت. والله اني دافنها والله اني دافن جايب لي شيء ولي حبر قلت تدفنها. ما استفدت من لحمها. ها يا رجال بعد اكل من لحمها وانا احبها عادي. لا لا ما هو مخلوق انه يوكل. ها الا بس يا اخي زين ما يطاوع قلبك. قلبك ما يطاوع الحمد لله. زين الله اللي خلقها والله اللي خلقها. زين ما حنطتها. والله لو اني بستطيع والله لحنطها. كفو عليك قول فعل الله ان شاء الله يوفق كل الحلال غالي عنده. صقر في الغرفه يوم ابويا ارسلك وجبت الغرفه مع درب العشاء. هذا اخوك دقيقه اخوك الله اعطني صح دوان وعم الله الثلاث اخوان. لا هذا اخوي والثاني ابن عم. ونعم ما عليك زود. والله يا اخي انت جمعنا على العز والطاعه وانت فرقنا بجوج الله وساعد. اي بس الشاورما مع نجيب لك حمد حاشي الشاورما اليوم هي اللي مجمعتنا الله يستر ان شاء الله. هذه والله شاورما السعد وشكرا لقناه الواقع اللي اتاحت لنا هذه الفرصه. الله يجبر خاطرك ان شاء الله ويحييك. وانت يا ساير كلك خير وبركه. سعيدين برؤيتك ان شاء الله ما هي باخر مره باذن الله. طيب احنا سطام انت سطام صحيح؟ نعم نعم. نبغى اول شيء محمود معي؟ معي. نبغى اذا هي جاهز علمني. ها طيب برجع لك سطام. تمام تمام خذ راحتك كذا قواك الله. شباب اخباركم؟ ايش هالابداع ايش هالجمال هذا ما شاء الله. طيب النار هنا في الوسط. النار هنا تطبخ لنا فوز اليوم فوز يا ساير. انت بتفوزون ان شاء الله اذا الشيف. طيب ايش ايش وش في وسخ امسكت الدجاج انا عاش. الله يخليك. كيف الحال يا خالي؟ خير. شو اسمك اليوم تكفى سالم؟ سالم. اخبارك يا سالم؟ تقلب سبوة على ما يدخل. هذا يا شيف شيف ارفع يلا ها ارفع في حاجة ثانية. وين؟ عمال انا عمال اقول ايه بالصوب؟ هات حاجة ثانية وارفع في الدجاج. لا يلا يلا ابشر 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 نزل الدجاج هات الصحن يعني زي كذا. ايش تسوي؟ كذا كذا
ما يقول كذا هو. اه. يقول ارفع حطه هنا يعني. حط الدجاج هنا. حطوا البصل وحمسوه مع الطماط. يلا يلا رجعوا بسرعه بسرعه. رجع حطوا الزيت. حطوا الزيت. طيب حط الزيت وحط البصل واحمس. ايوه شجع نفسك يلا. عاش 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 مبدع عاش. حط البصل البصل البصل. البصل الاول ما يخالف عادي. هي كلها هي كلها للحمص. هي كلها التوك ان شاء الله. احمس البصل اول. حمص 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 بعدين حط الطماط. عاش 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 قال يعيش. اي كسره بالملعقه كذا عادي. كفو كفو الله يزينها. سالم حبيبي كيف الحال؟ شلونك؟ ابغاك تقول فراش فراس مفروش. فراس هذا تحدي. هذا تحدي. فراش فراس مفروش. فراش 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 فراس مفروش. عشر مرات. فراش فراش مفروش. فراش فراش مفروش. فراش 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 ما في ولا فراش مفروش. فراش خسرت التحدي كلها. امتد 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 يا سالم. فراش فراش مفروش كيف يعني؟ امتد مخرجنا هنا خله للامتداد. امتد واحد يلا هذا عقاب لك عشان ما. كم؟ اثنين ثلاثة أربعة خمسة يعطيك العافية. ستة بكمل ما شاء الله عليك. طيب أبغاك أبغى أسوي معك تحدي أنت وشخص. تمام. يا شو اسمك؟ تيجي؟ أي تلقى البصل. تعال تعال. إيش أنا لا تخرج. أنا إيش فيه؟ خاف من اللي كذا يجي وراك. ياكلكم ايش قومكم؟ يقول 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 انه 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 يحبك. تعال تصارع. قلت ليه؟ فين تصارع؟ تعال تعال انا بدك. انا كلمه قماطنا ليه؟ الله يخلينا نمزح. احنا اخوان حبايب. تعالوا نبداكم. هلا بغيت اروح. البليه والبليه تحول. البلية تحول. البلية خنور البيت يلوع. قل لا يلا تعال 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 تعال. دقيقة دقيقة احنا راح معلك معلك. هذا ابو تحدي الله يحييك. دقيقة الرجال ما قطع. ما قطع. وقع. ما قطع. ليش ما قطع؟ ما يشتروا. ما يشتروا. خليك واقف. ايش هو؟ ايش هو؟ ايش هو؟ تعال تعال تعال. ثلاثة الحكي هنيا عب فمك الماء. اشرب. لا لا تشرب. عب فمك ماء وعطي الرجال يعبي فمه ماء وواجهوا بعض. سنه خلي راح اخذ لي ماء. خلي راح تكفي. خلي اخذ لي ماء. اشرب. يلا اشرب شوي. اشرب شوي. ايوه عب فمك وهو يعبي فمه وواجهوا بعض. يلا يلا واجهوا بعض. مالك الوهب. عادي تقدر تعدله. يا زين جوه وش اسوي؟ انت فكيته وفكه. شباب يا شباب انتم تستاهلون اليوم المتسابقين اللي موجودين معي في المطبخ. ولكن شباب اذا فزتوا اليوم بالطبخة 1000 نقطة ولكل واحد منكم تذكرة حضور. هذه سلطانة.
اذا فزتوا اذا فزتوا لسه باذن الله الفوز اذا فزتوا ممكن هم يفوزون باذن الله بعدين يستاهلون يلا يلا ما نبي اخوينا بعدين حقهم خصم لا 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 خالد شلونك؟ الحمد لله نشكرك طيب خالد ان شاء الله وش ذي الريح الزين الله يسلمك ويعافيك شباب انا ما عجبتني التذكره ما عجبتني زود كل واحد له تذكرتين تكفون اذا فزتوا اذا فزتوا طبعا هذا الكلام انا يعني انا اعتمده الان سامي ابو يارا معي على الهواء نظر وجهك ابو يارا ابو يارا نظر وجهك ابو يارا عيش ابو يارا كيف تزبطكم كذا بالله عيش ابو يارا ابو يارا ما خلاص تحياتنا وشكرا لك ابو يارا خلاص خلاص ابو يارا ابو يارا ما يخصم خلاص علي خصم اطبخ شد حيلك سم ترى يمكن كنسل لا 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 الا الكنسل خلاص خلاص كفو كفو وين الزبادي 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 حقكم وين حطيناه حطيناه كيف تفوزون ترى زبادي خلاص امور طيبه انتبهوا اصبر اصبر هنيه حطيته منها ما ادري وش هي طيب املح مزود انت خالد ابيك تواجهني تجي هنا جنبي ايه ابيك تدور على الطاوله وتقول انا القطار السريع طوط طوط أنا القطار السريع أنا القطار السريع توت توت أنا القطار السريع جو كذا هو أنا القطار السريع توت توت أنا القطار السريع توت توت أنا القطار السريع أنا القطار البطيء أنا القطار السريع توت توت أنا القطار السريع أنا القطار البطيء طيب أنا القطار السريع توت توت أنا القطار بيضاء وجهه صفقة صفقة يا عيال يستاهل بالله ما شاء الله على خالد اليوم طيب خلنا نشوف الحبيب الغالي المتألق ما شاء الله عليك سعدنا اليوم بتواجدك معنا عمرك طويل كيف الحال الله يبقيك وشلونك طيب والله بخير ابشرك الله يخليك والله يستر عليك انت والشيف لا الشيف غششكم بشيء لا 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 علمنا 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 برضه انا مش هسيبهم طيب يا حبيبي عجاج حافظ الشعر حافظ الإنشاد صوتك حلو ممكن شباب صوت نهدي شوي والله الشعر ما به شعر إنشاد ولا إنشاد لكن شيلات خفيفة كذا أحس عندك شيء بس ما تقدر تقدمه ومستحي لا مو هم بس مستحي بس إنما أنا بحاول فهمت ما أنت بحاول ما الحفظ لا ما لازم تدخل معاهم دوتو يعني ها لازم تتحمل انت شكلك انت شكلك شفت انت انت الغاز لازم انت ولا منها انت الغاز اذا اشتغل الغاز اشتغلوا معك هم في خير وبركه يلا طيب شغله دق سلف دن 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 نبيع على قزبعي صفين صف الرجال الشقرديه سقط نبيع على قزبعي صفين صف الرجال الشقرديه نبيع على قزبعي صفين صف الرجال الشقرديه صفر على القزبعي صفين صف الرجال الشقرديه عشر انا بيع على صفين شيقولوا بيع على الكاز وعن صفر صفر رجال الشكرتية نبيع على الكاز وعن صفر صفر رجال الشكرتية الله الله يزينها ما عندكم شيلة يا مخرجنا الغالي سيد سيد شيلة كذا نبي على الكاز وعن كذا يا سلام صفين بليز كيوز مي يعني عطنا عرضة حقت جنتل انا اشتاق حطيت ملح صقر اشتاق لجوك يا سيد جوك انت مبدع في اختيار الاشياء المبدع فين الملح ومحمود كذلك هذا الملح طيب نقرا لكم من الهاشتاج هذا هذا سطام يقول اذا فزتوا سامي ها سامي يقول اذا فزتوا طيب
ناخذ رسائلكم مشاهدنا العزيز. ايش تسوي؟ بس شوي بس بقرا حاجه من ال سطام. تعال قبل لا اقرا لهم الشيء له، تعال معي. بس يا شباب ابغى تعليقكم زين، خلوكم معي. تعال سطام سم بالله وجهك هنا على الشاشه. هنا خليك هنا. تعال 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 روح. مخرجنا الغالي احنا هنا ناظر لي على الشاشه عشان 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 ترى بعاقبك. ما عندك لأخوك؟ ما عندك عادي اخوك. عندي اخوك يقول اخوك، فالوعد ان شاء الله بشوي. يلا طلع الصوره نبي نعاقبه شوي. هذا ويش؟ ارفع الصوره شوي. مو بنا. لا نرفع الصوره شوي. محمود رجع الصوره. محمود الصوره مش واضحه. الصوره هو فوق اللي ماسك الجوال، هو قايل كذا. هو شلونك انت؟ ابشرك بخير بالخير. انت واضح انك مبارك. انا مرسلتني اداره القناه سبني اخر حق المتسابق اللي شنو هذا؟ انت جاء انت يعني منو انت شنو انت 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 اهم الانباء النيوز العربيه. هل هذا يعقل؟ هل هذا صحيح؟ غير صحيح. هذا زين والله ما كنت ادري. تعيدها؟ لا والله ما عيدها. واخر علشان ما يغلط. توبه. خلاص سامحني. انا اسف. افش تعيدها مهانية؟ ما عيدها. يلا ارجع اشوفك. علي الغامدي تعرفه؟ علي الغامدي؟ نو علي. كان لاعب قوي. يلا بدنا نتحيز. يلا ابشر. يلا ولعوا له شيله عشان ينطرب. اعطوه شيله. تعور ها؟ ضايق من الجنوب يا لا 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 من فراق الديار ومن فراق اهلي وناسي الثانية استوت. باقي على التايم 10 دقائق. يلا شباب قلطوا طبخاتكم على الشاشة بسرعة. شيف تعال شيف اليوم بنقيم سريع عشان نمشي بسرعة. جوالي يلا. لا خل الشيف هناك. اجلس هنا. خليكم جنبي. شيب جنبها. والله انا هي لسه طبخاتهم على النار الضيوف. حي والله متسابقين سكريبت. شيف مكانك عشان لان المخرج حط الكاميرا حقتك. تبدا الطبخ اسحبها. ها؟ اللي بقرا لك انت مبدع اليوم. انت جاي بدري اليوم. طيب في مويه في شيء شرب شاي
هلا سناداء، وش اسمك خالي؟ ما شاء الله عليك انت، الله يوفقك يا خالد. انا القطار السريع توت توت، انا القطار بطيء. طلع للي خلاص، كيف الحال؟ للي طلعها والله، يعني قليله بحقكم التذكرتين. ان شاء الله انكم تفوزون عشان تاخذون التذكرتين. طيب الفريق الثاني ما ادري هل هم ما شاء الله جاهزين؟ شوف ما شاء الله جايين في الطبق ما شاء الله، لو بس يهدي المشي شوي، لو ما شاء الله يهدي المشي وياخذ فره على الشيف عند الشيف عند الشيف. روح ما شاء الله ما شاء الله على الضيوف. تسلم. الضيوف ما شاء الله فيهم حماس اكثر من المتسابقين، مو بنتهم اللي الكبير وين؟ اي اي مش بالكبير كذا، ما يحتاج. شوف لازم نقول للضيف انت كويس، هو كويس بس انت اي عشان الضيف، عشان الضيف سمعنا. يا ويلك لا 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 ابدا ما قلنا شيء ولا شيء، احنا قلنا الضيف لازم نقول انك انت كويس. اي نفتح انت فيري جود 100%. يا سلام عليكم، انت ما شاء الله معلوم طبخ، نحبكم احنا. الله يسامحك. طيب استريح هناك، ما نجي حولكم والله ودنا عشان من قريب. لا الكاميرا حقاتك ذيك، انت تعرف الاخراج هذا. انت تدري وش ودي؟ اي قل وش ودك. وش ودك؟ ودي ان سامي الجعوني لو المخرج بس ياخذ كلوز على وجهك. كيف كلوز؟ تشوفون هذا كلوز؟ لو مثلا سامي الجعوني في البرنامج الجاي يجيب الرجال ذاك متسابق، ولا كسرون بخي اللي جنبي هذا، بس هالرجال هذا عن خمس متسابقين في الرياليتي. هالرجال فيه عنده ودي بس ما بيدي. تبي تدخل متسابق ودك تضرب سامي على طول، تضرب سامي. اسمع بس اذا جاك، اذا حد غلط عليك سامي من هو؟ واحد من عيال، واحد من عيال. اذا غلط عليك تركي الدوش، ايش تسوي به؟ غلط علي ايه زمه ادعس ادعس العب والله والله. يا ويلك يا تركي، قسم بالله تركي يا ويلك. رمهم بجثة. اي نعم اللي طويل الرجال اللي يجي. تحية لاخونا تركي الدوسري. يستاهل يستاهل. لا لا كل والله مهم كذا. الله يهديك، حرشت ادواتنا اخونا الكبير تركي الدوسري. ها؟ يلا اجزوا اجزوا اجزوا. الله يكبر خاطركم. طيب ابشركم اليوم تركي الدوسري دخل عليكم ان شاء الله. صدرك خاصة. اصلا نزل هم خلاص. غرد بهم. غرد. ما تدرون انتم؟ ما بعنا جوالات يا ساير، والله ما بعنا جوالات ساير. يمكن جوال منا ومنا. لا لا طيب الله يحييكم يا شباب. طيب مشاهدنا العزيز، انا اليوم مره مبسوط يعني جد صراحه، فيها اشياء تسعدك. اتمنى الشباب ما يقبلون البرنامج تمثيل فيه فقرات للتمثيل، هذا يكفي. ايش ال ايش ال ايش الجمهور هذا اللي يشده باثنين؟ هذا ما ينفع. اذا كنت انت كمشاهد تشدها بكل فقره كذا انتقادك كذا غير بنا، ترى ما تلزمنا. نزل ذي فانت يا سمير الله مدري سمير يعني صراحه انتقادك هذا على 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 نفسك. حتى لو انتقادك خلى الشباب يمثلون، خلى الشباب يعيشون. هذا فقره طبخ رياليتي وناسه حماس. احنا ما احنا جيبنا شده باثنين هنا مجلس، ما ينفع. طيب آلية الفقرة شرحها أخوي علي الغامدي أكثر من مرة، فليش حنا في الفقرة في يوم 22 نعيد نشرحها مرة ثانية؟ يوم الاثنين ويوم الخميس معنا ضيوف من برا، هذول الشباب ما شاء الله قد طبخوا وقد فازوا، والآن هم يبارون فريق من برا، وإذا فازوا يبي يبارون فريق من اللي داخل. الخسرانين هم مجموعة صح؟ أنتم مجموعة صح؟ وحدة صحيح ولا لا؟ إيه صحيح. حتى أنتم حنا مجموعة كلنا في كلنا الثالث. فهم مجموعة واحدة، إذا خسروا اليوم نأخذ من الفريق اللي هناك وندخله مع الفريق اللي خسران الخسران الثاني ويتنافسون، ونطلع واحد إيش يسوي الواحد ذا؟ يباري الفريق الباقي الثالث. الفريق الثالث نطلع واحد من الثلاث أفرقة، نطلع مجموعة اللي ثلاثة. يبارون من الخميس؟ شخص من برا، ثلاثة أشخاص من برا مثل الشباب اللي قبل شوي. يبارون واحد اي، فالشباب ذولي ما شاء الله عليهم
فازوا الفتره الفقره اللي راحت. انا فزت ابدعوا وفازوا، عشان كذا اليوم نافسوا فريق من برا وياخذون 1000 نقطه بعد. فلا تصير حاسد انت، ما تدري اشغلت انا بالهاشتاج. ايش والله قروشون قروشون الحين اي الهاشتاج هذا هي اعيدوا واشرحوا لا تجيبون جيبوا ما ينفع خلاص، هذه فكره البرنامج احترمها. هذا كلامي للجمهور اللي شاده باثنين شوي، خلى بخمسه رجع باثنين ابو سعيد. طيب ناخذ من الهاشتاج الشخص اللي من الثلاثه اللي فاز ب 200 نقطه. طبعا اليوم ما في 50 50 50 في 200 على طول. يلا وجهك استاهلون استاهلون. ايوه لا تجان وجهك يا قلبي ما جاني لكم. طيب بسم الله. وين خويكم الثالث؟ راح عندي شغل. عندي شغل. طيب لو تقرب شويه قرب قرب. بسم الله اشيف ان ذقت. ايوه حبيبي الله يجبر خاطرك. طيب بسم الله وعلى بركة الله. نواف هنا. نواف هنا. سالم. سالم. خالد. عباس. عباس. خالد الروقي. خالد الروقي. و. سالم. وسالم صح. عباس. عباس. طيب. خالد الروقي وسالم وهبس. سالم وخالد الروقي. طيب سالم وخالد الروقي هبس. مبروك يا تبي تصفقون بسرعه يعني؟ ايه اكتبوا الثلاثه اللي هنا بسرعه. انا ترى ما ادري زحلط الاسم مو موجود. لا لا تجبنا سبحان من شبك سطام عساك زودت الملح. ايه انت حي راسك انا محتاجين مو موجود. الصين. خالد الروقي استاهل. مبروك 200 نقطه يا خالد الروقي. لا كانت المفروض انها 50 50 50، لكن بما انكم اليوم ثلاثه متسابقين والثلاثه الثانيين مش موجودين يعني جايين منافسين من برا تمام، فاحنا الايام الجايه اللي يكون فيها سته نقدر نعطيكم 50 50 50. ان شاء الله انكم فريقكم فريقكم اليوم هو ان شاء الله ان شاء الله انكم انتم الفائزين. كذلك ضيوفنا نرحب فيكم الله يحييكم، سعيدين اليوم بوجودكم معنا. كان ظهوركم جدا جميل وعلى الشاشه وملفت، وباذن الله ان شاء الله تكررونها الاسابيع اللي بعد البرايم، موش هذا الاسبوع الجاي يعني باذن الله او اللي بعده يعني تقدرون تقدرون ايوه تقدرون تدخلون اكثر من مره، بس قبل تجون عشان اعلم الشيف يجيب لكم محمد تحشي. اوه ماشي خلاص ماشي بس نطول المدة نطول المدة خلال ساعة ونص ساعتين اربع ساعات اربع ماشي جيب حاشي لباني صغير ما يطول عندي حاشي بحلوى طبعا عنده خلاص نجيب له مرة طيب طبعا ابشروا صغير كويس غير لباني عاد طيب أذكر نفسي وإياك أخوي المشاهد أينما كنت. طيب شيف أنا نبي نتكلم في الوقف الوقف. منو السفير فيكم؟ ما نسفر لكم كلنا سفر كلكم سفرة حقين سكريبت. طيب نبغاك تساعدنا بس بالبداية وتعرف بالوقف طريقتك. رحمة صح؟ نعم في عروة في عروة في عروة تمام في ظهرة لبن. أنا أقول سارعوا قبل أن تغادروا، بادروا قبل أن تغادروا. يمديهم بعد يسار يحولون تطبيق الراجي من تطبيق بأي مبلغ يدخلون تطبيق الراجي تحويل يكتبون جمعية عروة, عروة. يتبرعون بأي مبلغ. كما أذكرك أبو نهار ترى هذا وقف ما هو صدقة يعني لك باقي لك طول العمر إلين إلين يرث الله طول العمر. نعم الصدقة لها بركة كبيرة في سعة الرزق. نعم. وأحث نفسي وأحثك أخوي المشاهد أينما كنت بالتبرع لوجه الله، فالخير يعني في أمتي إلى قيام الساعة الله. وإن شاء الله أننا من أهل الخير، وأحث عيالك الصغار أمسكهم جنبك تعال ولدي ها ها أخوي الصغير جبه علمهم إيه وعرفه على التطبيق قل له من هنا تدخل تتبرع علمه من يوم انه صغير انشا فيه بذره روح الصدق بذره الخير والعطاء اي والعطاء
والدال على الخير كفاعله ما قدرت تتبرع، ظروفك الماديه صعبه، حث احد تعرفه ارسلها كبير في السن عندك، زميل مقتدر، ها ايا يكن اقلها رساله ينشرها، والدال على الخير كفاعله، واسال الله لكم التوفيق ان شاء الله. اللهم طبعا فيه تبرع ب 300 ريال للشباب الموجودين. الله يجزاكم، كذلك 300 ريال لضيوفنا الموجودين. الله يجزاكم الله خير، الله ان شاء الله يجزاهم خير ان شاء الله ويكسب لهم الاجر. طيب ضيوفنا في حد عنده مشاركه، عنده شيء قبل ان نعلن الفايز؟ ابدا. ها مش حاب تقول انت وفيت وفيت وكفيت، فانا عاد لو فزت الله يحييك قصيده شيء الفوز يا بالله فزت اهدي على اخواني. الله منافسه شريفه والله يستاهلك علم طيب، نرفع لك القبعه. طيب اليوم اللي بيعلن النتيجه هو الشيف ابو حجاج، حياك الله ابو حجاج. نبغاك تقول كذا الفريق ابو حجاج، ركز معي. طب ماشي والله بالضبط. انت ايش دايس ابو حجاج؟ يمكن المنح عايز اقول بس شويه كلام كده للجماعه دول والجماعه دول. اولا الطبقتين ما شاء الله كويسين الحمد لله، يعني انتوا كويس وانتوا بصراحه ابدعتوا، ومن اجمل الفقرات كانت فعلا بتاعت النهارده. وجودكم معانا روحكم الجميله وانتوا ناس حلوه ومبتسمين بصراحه، انتوا امتعتونا النهارده. تسلم والله، تستاهلون والله فعلا. احنا كنا ماخذين صوره سيئه يوم شفنا سطام على الشاشه بهالطريقه. لا 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 ظالمين يا باشا، انا النهارده ضحكت ضحك ما ضحكتوش خالص. طيب بما ان طبعا انتوا ابدعت يعني انسجمنا معاكم وامتعتونا، فالفريق الفايز النهارده ان شاء الله. بس ابغى يشيف بحماس، ابغاك كذا توقف ووقفونهم وتقول الفريق الفايز وتشري تناظر شوي يمين شوي يسار شوي يمين شوي يسار ثم الفريق الفايز سدد الهدف فريق الفايز كذا. فطبعا دي جولات وين حقت المتسابقين؟ بس ما انا عينهم انا ان شاء الله. الكلام ده قلته انا عينهم انا عينهم ان شاء الله. الفريق الفايز معانا النهارده الفريق كذا، الفريق بسرعه حمسني شيء، دخل لي صوت الرعب. الفريق الفائز اليوم خلي دخل لي صوت الرعب، اصبر في رعب. في رعب؟ ايوه انت خلاص البس قناع اي اسد بقى ولا البس قناع اي ما يحتاج تبوني اخلعكم اخلعتكم. الفريق الفائز النهارده ان شاء الله اليمين. عاشوا عاشوا ثواني يستاهلون ثواني برضه، هم الاكل بتاعهم جميل جدا بس الملح انا داري يعني هم عارفين خطاهم. طيب يا شباب السكريبتيه طعمها جميل، مبروك على كل واحد منكم. ملح زين مطحون معي. كذلك شيخنا لازم نبارك لهم كل واحد منكم يا السكريبتيه الثلاثه الجميلين المبدعين المتلقي، خليني اجي جنبك. كل واحد منكم له تذكره، عفوا تذكرتين تقدر تهديها لاي شخص. اول واحد سلطان، الرابع لازم تجون من الرابع. قولوا شاب شرط سلطان تيجي بدون جوال من عيوني سلم الجوال. بقول كلمه قبل ما اي تفضل. طبعا المتسابقين كلهم اخواني ايه؟ وقسم بالله اني فرح لهم كاني انا اللي المسرح اني معهم من اول ما دخلوا الين اخر يوم في 90 وانا ما احتاج وانا اشهد والله. يعني ربي يسعد والله يجزي خاطرك الصوره هذه وتاكد انهم حبوك انك تجي بس بطريقه حلوه بس تبتعد عن التصوير. من عيوني من عيوني بليز اكسكيوز مي. بس اسمع ثاني مره يا سايد سايد جيب لي عقال صغير يا ها؟ أعلننا المثيل. أعلنت تذكرة بس بغيت تقولها وكيف. المثيل من؟ أنا أقول لك يا شيف تخت أنا دردت أعلنت كثر الرجال. تذكرتين كل واحد تذكرتين ما في مثيل أعلننا. أنت أخذت 1000 نقطة. أبكي مكبوخي ها؟ مكبوخ يبي 200 نقطة وبيترك 100 نقطة. لا 200 والف والف طماع 200 الف هازمين فريق من برا قدرنا يا ابو نهار يا رجال الله يصيب العدو. طيب الحين 200 نقطة اخذتها انت و1000 نقطة وزعت عليكم بالتساوي.
نعم. وتذكرتين تذكرتين ترى ما هي بسهلة. اي والله ما هي بسهلة. تذكرتين تذكرتين ما هي بسهلة. واول مرة يقدح فيها ابو يارا يعطيك الموافقة كذا. ايوه تحية لابو يارا. ابو يارا انا زعلان عليه عشان كذا ما انا مصفي. لا 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 وين جوالات المتسابقين سلمت لي؟ شوف جاك 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 يا مسلم في العالم شرك قصيحة. شكوني عليه شباب. لا 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 شكوني. خلا 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 شكوني عليه. لا 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 ما يصير ما يصير ما يصير كن عليه. لا تكفي تكفي شخصيتك تخرب يا شيخ. مشاهدنا العزيز زينما كنت شينا حييك واستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ولنا لقاء إن شاء الله في حلقة قادمة بدون سطام بدون من. فرصة سعيدة فرصة سعيدة فرصة سعيدة. اطلع برا. فمال الله فايش فمال الله. سكريبت الافضل دائما سكريبت الافضل دائما سكريبت الافضل. تعال لا تخاطب الكاميرا بس حاولنا صوره تذكاريه من ورا التريلات يلا.